إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الجمهور المصري المثقف بيكشف أخطاء مسلسل ما وراء الطبيعة ويضع مخرج العمل في مأزق. تعالوا مع بعض نشوف أخطاء مسلسل ما وراء الطبيعة، متابعة بترقب وتركيز نتج عنها مجموعة من الأخطاء الفنية التي لاحظها متابعو مسلسل ما وراء الطبيعة الذي يعرض حاليا عبر منصة نتفليكس والمتصدر قائمة ترندات بموقع البحث الشهير جوجل لأيام متتالية، خاصة مع احتلاله المرتبة 187 ضمن أفضل 250 مسلسلا بناء على اختيارات الجمهور. ملاحظات الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت في ضوء نصيحة المخرج عمرو سلامة بأن تكون المشاهدة بتركيز، فضلا عن تقديمه مجموعة من الإرشادات للمتابعين للاستمتاع بكل لقطة، وصفها بأنها نتيجة تعب طاقم عمل بالكامل. ومن بين الملاحظات التي سلط الجمهور الضوء عليها وحدة طبية متعلقة بإسطوانة أكسجين ظهرت بأحد المشاهد، حيث كتب حساب يحمل اسم أحمد قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بحكم شغلي في اسطوانات الأكسجين، في الاسطوانة دي الصغيرة دي صيني وبدأ إنتاجها في 2010. الصين أصلا بدأت تنتج اسطوانات الأكسجين من أول سنة 2000، والدهان الأسود ده بيدل على إنها موديل 2019 تقريبا. معلش بقى يا أستاذ عمرو، أنت اللي طلبت مننا نركز في التفاصيل. تلك الملاحظة تتعارض مع أحداث المسلسل الذي يدور حول عام 1969، واعتذر أحمد من مخرج ما وراء الطبيعة عمرو سلامة الذي طلب من الجماهير المشاهدة والتركيز في كل التفاصيل. ملاحظة طبية أخرى سلط عليها حساب يحمل اسم سيد فتحي وهو طالب بكلية التمريض، اللي وصف الخطأ الفادح موضحا أن الأمر قد يكون متعلق بترجمة نتفليكس. في المشهد دكتور رفعت بيقول للممرضة: أنا طالب تحليل ABG اللي ترجمته غازات الدم الشرياني، والترجمة اللي على الشاشة اختبار تشخيص الطفيلات في الدم اللي اعتبره خطأ مستحيل حد يلاحظه غير واحد شغال في المجال ده. في مشهد آخر لاحظ حساب يحمل اسم آدم مالك إن بطل القصة اللي هو الدكتور رفعت إسماعيل والذي يجسده أحمد أمين ظهر وهو يدخن سيجارة كان اسمها نفرتيتي في أحد المشاهد، لكن في لقطة أخرى بعدها ظهر نوع آخر. كما كشف هاني عمارة مهندس معماري خطأ هندسيا كان في الحلقة الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة، إذ وقف أحمد أمين أمام عمارة مبنية على النظام القديم ومعلق بها مواسير PVC. وعلى الرغم من أن أحداث المسلسل تعود إلى عام 1969، إلا أن المخرج لم ينتبه إلى أن مواسير الصرف الصحي اللي كانت مستخدمة في العمارة حديثة وبدأ استخدامها في عام 2000 أو في أواخر التسعينيات بحسب قول عمارة. في ملاحظة تانية متعلقة بالزمن التاريخي بحساب يحمل اسم إسلام مجدي الظاهر بها مرجع يعود إلى عام 2015، بينما الحقبة المصورة بها العمل الدرامي في الستينيات من القرن الماضي. وكتب مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في مرجع كده بريطانيا عملته خاص بالأدوية، وهو أول نسخة طلعت منه كانت سنة 1949 وفضل يتحدث ويطلع منه إصدار جديد كل 3 سنين لحد سنة 1981 تقريبا، بعدها بقى يتجدد كل 6 شهور، مرة في مارس والتانية في سبتمبر، وكل إصدار ليه لون مختلف لحد ما وصلنا دلوقتي للإصدار رقم 80 اللي طلع في سبتمبر اللي فات ده. بس يا سيدي أم عمرو سلامة يحط لنا في الكادر الإصدار رقم 70 اللي طلع في عام 2015، في حين إنه في الستينيات مكناش وصلنا للإصدار العاشر. حتى مسلسل ما وراء الطبيعة يعرض على منصة نتفليكس وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات ما وراء الطبيعة لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل.
وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو بيت الخضراوي المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول. والمسلسل بطولة الفنان الكبير أحمد أمين ورزان جمال وسماء إبراهيم وآية سماحة، ومن تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن إخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج مشترك بين محمد حفظي ونتفليكس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.